تامر حسني دايما بيتعرض لانتقادات بسبب تغيير شكله وعمليات التجميل، وده فعلا اللي حصل. انتشر صور للفنان الكبير تامر حسني وشكله متغير تماما، لدرجة ان الناس افتكرته وائل كفوري، وبدأت الناس تعلق على صور الفنان تامر حسني بتعليقات سلبية جدا، وبتنتقده في موضوع ان هو ليه كل شهر او شهرين بالكتير بيغير شكله وبيعمل عمليات تجميل بتخلينا اساسا ممكن ما نعرفوش. لكن في ناس تانية من متابعين تامر حسني وبيحبوا تامر حسني جدا عجبهم الموضوع، وبيقول ان هو براحته وكل واحد حر في شكله، وهو حابب ان هو يغير من شكله للاحسن حتى لو بعمليات التجميل. انتوا ايه رايكم بقى في الموضوع ده؟ هل من حق اي فنان ان هو يغير شكله في اي وقت ويعمل عمليه تجميل براحته، ولا يخليه بشكله الطبيعي بحيث ان الناس ما تنصدمش فيه كل شويه بشكل مختلف؟ شكرا لكم متابعين القناه، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناه دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.